هنروح دلوقتي لتقرير مهم جدا 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 حصري عندنا هنا في برنامج الأشبال. مصر دايما ليها الريادة في كل حاجة، هي أول دولة أسست اتحاد لكرة القدم، وكمان كانت كرة القدم انطلقت من مصر. أيضا كمان مصر هي اللي نظمت مناطق عشان تخدم الأندية، المناطق انتشرت في كل محافظات مصر. معانا تقرير دلوقتي عن أقدم منطقة في المناطق كلها على مستوى مصر هي منطقة القاهرة. هنروح نشوف تقرير مهم جدا، وهنشوف صور وحاجات لأول مرة هتشوفوها من خلال برنامج الأشبال. ده مقر عريق، المبنى نفسه يرجع تاريخه لأكثر من 100 سنة. الاتحاد المصري لكرة القدم كان هنا، وسنة 65 لما اتبنى المقر اللي في الجبلية نقل، ومنطقة القاهرة هي اللي خدت المكان بالكامل. المكان ده كان مملوك، كان مؤجر لواحد باسم واحد اسمه عبد العزيز أنور، وده كان عضو مجلس إدارة، وده أهدى للاتحاد. واحنا يعني المنطقه تعاقب على رئاستها اعلام وافزاز، الفريق مرتجي رحمه الله، اللواء يحيى الحريه امام رحمه الله، لكن انا بقى عصرت في الأربعين سنه اللي فاتوا، لان انا بقالي هنا 40 سنه في يناير جاي ب40 سنه. في الأربعين سنه اللي فاتوا عصرت اللواء مهندس عبد الله غنيم الفترة لغاية 84، لأن هو اللواء عبد الله غنيم مسك من 69 ل 84، وكان معاه الأستاذ طارق خيري، كان معاه الأستاذ أحمد سقراط رحمه الله كأمين صندوق، كان معاه عبد الفتاح بالشاذلي رحمه الله كان وكيل، وتعاقب على المكان ده مجالس كتير. سنة 84 انشئت منطقة الجيزة، زاد عدد المناطق، وانفصلت الجيزة والقليوبية عن القاهرة. طبعا بعد سنة 84 الدكتور سيد سالم رحمه الله كان مسك 4 سنين، 84-88، وكان معاه في المجلس ناس برضو أفزاز زي الأستاذ طارق خيري، زي كابتن مصطفى حسين، زي المهندس أبو العلا فرحات. ده من 84-88 أعقب مجلس الدكتور سيد سالم مجلس الكابتن عصام عبد المنعم، برضو كان معاه المرحوم مصطفى حسين. والأستاذ عصام عبد المنعم ده عالم من الأعلام، من الناس اللي هي مفكرة، الناس اللي بتقول رأيها للصح وبس، يعني ده انطباعي عنه. الأول كان عدد الأندية قليل، وكانت الممارسة كلها ممارسة هواة، فكان ممكن أي مشكلة كانت تحل بالتليفون. يعني كان ممكن مثلا مشكلة مثلا نادي هوليوبلس مع نادي كذا مثلا، كان ممكن الأستاذ محمود السيد أحمد بالتليفون تتحل أو تخلص. كان لجنة المسابقات كان شاذلي بيه رحمه الله كان بيقعد هو محمد دستوري والأستاذ إيهاب توفيق يخلصوا أعمال اللجنة كلها بتطبيق اللوائح كما هي موجودة، لأنه كان عدد اللعيبة المقيدة قليل، عدد الأندية المشاركة قليل. يعني في الوقت ده ولغاية نهاية التسعينات كان عدد الأندية ما تعداش 35 نادي. النهاردة احنا بنتكلم في 108. احنا السنة اللي فاتت منطقة القاهرة مؤيدة فوق 24,000 لاعب، وهي بتعتبر طبعا المنطقة رقم واحد بحكم تاريخها وبحكم جغرافيتها الموجودة والكلام ده كله. إلا أنه الأمور كانت بتدار الأول أسهل من دلوقتي، لأن دلوقتي وجود بقى الاحتراف ووجود العقود ووجود الفلوس ووجود كل ده صعب المشاكل، وخلى في مشاكل بتوصل للمحاكم وفي مشاكل بتوصل. الأول ما كانش فيه طبعا الكلام ده كله، كانت الدنيا هادية وكانت
كان بيخلص الموسم مثلا في شهر مارس علشان الامتحانات، لانه كان بيهم الناس في الوقت ده ان الولاد لازم يذاكروا والامتحانات والدراسه والكلام ده كله، فكان لازم الموسم ينتهي في مارس وتوزع الجوائز في ملعب اخر مباراه بتتم وينتهي الموسم على كده. دلوقتي الامور اصعب، عدد الانديه اكتر، الصراع اكتر، وخصوصا بعد ظهور الاكاديميات والحاجات دي كلها. طبعا انا مش فني ومش متخصص في كده، لكن حضرتك بتسألني على الأمور كانت بتدار إزاي؟ لا، الأول كانت أسهل بكتير، ما كانش تحتاج المجهود دلوقتي اللي موجود واللجان والمشاكل والتفحيص والتمحيص يعني ما كانتش بالصعوبة اللي موجودة دلوقتي. طبعا شفنا كابتن خطيب لما كان بيجي هنا، طبعا ده الجيل اللي قبل الجيل بتاع الكابتن محمد حشيش، شفنا الكابتن إكرامي، شفنا الكابتن أحمد شوبير، شفنا لأن احنا كانوا بيشاركوا معنا في منتخبات المنطقة، وشفنا طبعا كابتن مصطفى يونس، شفنا كابتن طاهر أبو زيد كان بيجي وكان حريص معنا هنا ان هو يفطر معنا كل سنة في رمضان. الكابتن حشيش طبعا كان من منتخب القاهرة اللي سافر السعودية وسافر البحرين وسافر، وهو المنتخب ده اللي عمل النواة المالية لودائع منطقة القاهرة لكرة القدم، لأن هو لما عجبهم اللعب في الدول العربية بقى كل دولة تستضيفهم، وكان اللي منظم الموضوع الموضوع ده كان كابتن مصطفى حسين، وكان معاه أول نقيب للرياضيين الكابتن السيد الأستاذ سعيد حشمت، وحتى عائد الرحلة دي هو كان نواة إقامة نقابة الرياضيين والنواة الأساسية لودائع منطقة القاهرة أو للإنفراجة المالية لمنطقة القاهرة. طبعا شفنا كابتن شاذلي، شفنا الكابتن مصطفى رياض، شفنا الكابتن ابو العز، شفنا الكابتن خليلي، شفنا الكابتن حملاوي، شفنا الكابتن احمد زايد ربنا يديله طولة العمر. كل دول كانوا ناس طبعا عمالقه في اللعبه وتاريخ للعبه، واحنا عندنا سجلات ترجع الى سنه 43 و44، يعني ما نحتفظ بالسجلات دي وجددناها علشان دي بتعتبر تاريخ لكره القدم المصريه. تجربه رائده، قناه النادي الاهلي تكاد تكون حسب يعني انا ما اعرف او متابعتي تكاد تكون القناه الوحيده اللي عندها برنامج بيهتم بالناشئين وبالاشبال، ويعني من يعني هو حاجة حلوة قوي كمان ان البرنامج ده يكون الكابتن أسامة حسني هو اللي بيهتم بالناشئين والأشبال، لأنه هذا الرجل قيمة أخلاقية. نتمنى ان الأشبال كلهم يكونوا نموذج للكابتن أسامة حسني.